فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لكنه لم يكمل الأشواط السبعة بسبب عدم مقدرته على الإكمال، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعيده ما دام لم يسافر، يعيده. أما إذا سافر يتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوداع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.